هم البلبولي المحيرسي يصوب المحيرسي والهدف جول ممتازة جدا ممتازة الكرة ممتازة المخالفة والمحيرسي يذلل الفارق ويسجل الهدف الأول في توقيت 80 دقيقة لعب ليوسمو يسجل الهدف الأول واحد ليوسمو اثنين ليتوال مخالفة كانت خطيرة في موقعها وتنفيذ ممتاز جدا فوق الجدار حاول البلبولي ولكن كيف له أن يحاول والكرة مليمترية من المحيرسي في شباك البلبولي معلن هدف الأول لليوسمو واحد الاتحاد اثنين ليتوال الاتحاد المونستيري يذلل الفارق في توقيت 80 دقيقة لعب المحيرسي يسجل المحيرسي يصوب وإدريس يذلل النتيجة